بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا درس آخر وهو أيضا عن مقام النهاوند ويعتبر تكملة للدرس الماضي، لأن الدرس الماضي ما كانت كافية تمارين، من مجرد كانت تمارين بدائية أولية، فشوي نأخذ تمارين متطورة إيقاعية ونتعلم أنه الفروع اللي تطلع يعني من النهاوند. احنا قلنا هذا النهاوند هو دو ري مي بيمول فا صول لا بيمول سي طبيعي دو، واضح؟ في هذا السلم شوف هنا الجذع الأول أو الجنس الأول هو نهاون، حدا دو ري مي فا، فا مي ري دو، هذا نهاون. شوفوا هنا التغييرات والتحويلات، تغير أسماء المقامين، تبدأ من الدرجة الخامسة يعني من الصوت، الدرجة الخامسة هاي هو يبدأ التغيير. شوف هسه الأول هو حجاز الصوت، يعني دو عندك، هذا الجنس الأول. الجنس الثاني حجاز الصوت، واضح؟ هذا يسموه نهاوند الحساس، واضح؟ شوف التغيير دائما من الصوت. عندك بالرجوع قلنا يصير، يعني يصير نهاون الجنس الثاني، يصير بالرجوع كورد الصوت. شوف فيصير هذا شو يسموه من صار هنا الجنس الثاني على الصوت كورد، يسموه نهاوند كردي، نهاوند الكردي هذا يسموه. زين عندك التغيير الثالث ايضا تاخذ، شوف يعني هسه الجزء الاول الدو ثابت، نهاوند الدو ثابت، التغيير صار عندنا هسه فقط من الصوت حجاز، الثاني كرد، شوف من الصوت ذاك الحساس هذا الكردي. هسه ايش راح يجي من هنا التغيير؟ راح يصير عجم الصوت، شوف هذا هنا التغيير صار عجم الصوت. ايش عندنا هذا يسموه؟ يسموه طرد جديد، نهاوند طرد جديد، واضح؟ عندك التغيير الآخر طبعاً ذني هنا بالتقاسيم يصير إذن عرضيات، يعني عندك التغيير الآخر من تأخذ بيات الصوت، شوف هنا هو نهاون، شوف صوت هنا، هذا من صار بيات الصوت هذا يسموه عشاق، مقام العشاق، واضح؟ عندك التغيير الآخر من النهاون يسمونه نهاون دمرصة، شلون هذا؟ هم الجنس الأول نهاون، شوف دو ري مي فا، هذا نهاون. الجنس الثاني ما يبدي من الصول هنا، يبدي من الفا، ياخذ حجاز الفا، شوف هذا حجاز الفا، فا صول بيمول لا طبيعي سي بيمول دو، ويرجع نهاون. هذا يسمونه نهاون مرصع، وكأنه يحيلك صبا زمزم هنا،
شو هو هذا الجنس الأول؟ الجنس الثاني؟ هذه يستعملوها التنقلات بال شو اسمه بالتقاسيم يعني يسموه إنها ود مرصع أو يسموه أحيانا سنبلة يسموه فهذا من التقسيم مثلا تعارضية كشكل هذا يعني معلومات أستا مو مرحلة النوتقي بس على مود تعرفهم يعني وأكو يسمونه نهاوند الكبير من داخل نهاوند الأول ومن الصول تأخذ نهاوند الصول هذا يسمون هاوند الكبير هاي التداخلات يستخدموها بعض الملحنين بال يعني بالالحان تجي بالتقاسيم الصير فهذا نبذه مختصره عن النهاوند وتداخلاتها مع المقامات الغير طبعا كلهم فرعيات يصير هسه نجي اليوم عندنا تمارين ايقاعيه راح اعطيك اياها مفيده لك اللي هي من ضمنها مثلا تمرين ايقاعي تاخذ دو راح اسويها بطيئة حتى تعرفها لان هي هاي السرعة مالتها هاي السرعة هسه حاليا ما تقدر عليها فناخذ هذه شوف دو صول مي فا واضح هاي ثلاث مرات اربع مرات تكررها دو صو مي فا دو صو مي فا بعدين تجي وراها صو 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 دو سي دو ري لا صو شوف ثلاثة صو سي طبعا هنا طبيعي قاعدها صو 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 دو سي دو ري لا صو وراها شوف هسه هنا الحساس هذا قلنا عليه وراها شو يصير راح يصير كوردي شوف هنا حول من السي طبيعي الى سي بيمول راح يصير صو 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 دو سي لا صو لا فا شوف هنا سي بيمول أول مرة شوف هنا سي طبيعي بعدين واضحة صو 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 دو سي لا صو لا فا حول من الحساس على الكوردي بعدين تجي ري مي فا صول لا سي دو ري شوف لا سي دو ري صو 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 مي ري سي ري دو واضح أول مرة ري مي فا صول لا سي دو ري صو 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 مي ري سي ري دو واضح هالشكل يصير التمرين فيساعدك تستمر بسرعه بطيئه هذا بهذا الشكل Thank you.
بهذا الشكل تطلع في رزقني آخر أيام الصيفي صو 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 دو صو 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 دو صو فا مير لا فا فاري لازم أصير شوف آخر أيام الصيفي والصبي شوي شوي للدو والصبي ريمي فاصو فامي ريدو تجي لازمة صولا سي دو سي ريدو وصلت عالساحل ما يصير ريمي فاصو لا سي دو ري ريمي فاصو لا سي دو ري صو 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 مي ري سي ري دو صو 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 مي ري سي ري دو بهذا الشكل تعزف التمرين ببطء لا تستعجل وتكون دوساتك صحيحة ونظيفة وبعدين السحب تراعي قلنا لا للخلف تسحب هالشكل ولا تشاده ولا تضغط حيل على القوس ولا ترفع ايدك هذه هذني ملاحظات دائما نذكرك بيها وبعدين هاي ايدك لا تخليها تصير هالشكل من تعزيف بهذا الشكل لا هاي ايدك بهذا الشكل تصير حتى اصابعك تنزل بهالشكل شوف الأصبع يصير بيه تكور ينزل مو ينزل هالشكل على الآلة واضح هذا نتراعيهم طبعا هذا تمرين إيقاعي ممكن يقويك وتستفيد منه تمرين آخر إيش عندنا أيضا للسيدة فيروز ما كان الزمان وكان شوف صول دو سي دو ري دو هم إن أنا هسه الحساس صول دو سي دو ري دو صول دو سي دو ري دو هكان الزمان وكان أدك هنا صول صول سي لا صول فا صول شوف في دكانة في البيت صول سي بمول واضح صول سي لا صول فا صول شوف هنا هم حول من هون الحساس الى هون الكردي هم صارت السي بمول فصار عندك الجملتين متساوية بهالشكل صول دو سي دو ري دو صول سي لا صول فا صول شوف هالشكل يصير عندك زين بعدين نفسها تجي وبينات وصبيان شوف هنا وبينات وصبيان نفسها صول دو سي دو ري دو تجي هنا نيجي نلعب على المي هنا تختلف شوف صول سي لا صول فا فا نيجي نلعب على المي صول سي لا صول فا فا بعدين تجي محمد يبقى سكران شوف فا صول لا صول صول فا يبقى حنا سكران فا صول لا صول صول فا مي فا صو صو فا فا مي أعيدها فا صو لا لا صو صو فا يبقى حنا سكران مي فا صو صو فا فا مي زين وبعدين تجي خلي تحزن شو هنا راح يرجع للطرد الجديد يحول اللي ذكرناه يبقى حنا شوف هنا ري مي فا صو لا راح يصير طبيعي سي
mi re do, re mi fa sol, la si mi re do. Shuf. Inna shon saret? Inna sarna ajam sol, re mi fa sol, la si mi re do. وبعدين تجي هاي الجملة وراح تجي مي لي سي دو مي لي سي دو مي لي سي دو مرتين زين مي لي سي دو زين وبعدين تجي راها تي ري تي 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 هنا راح يحول ايضا على شيء طبيعي تتحول الى شيء بيمول مي لي دو لي دو سي دو سي لا صو شو مي لي مي لي دو لي دو سي دو سي لا صو ورا تيجي ورا تيجي ني دو دو سي لا صو دو دو سي لا صو سي سي بعدين وراها سي سي لا صو فا شوف أول واحدة دو دو سي دو دو سي لا صو الثانية سي سي لا صو فا صو صو فا صو لا سي مي لا سي دو أول واحدة دو دو سي دو دو سي لا صو سي سي لا صو فا صو صو فا صو لا سي دو واضح صو صو فا صو لا سي دو وهنا يخلص التنمية هذا قلنا درس ملحق للدرس السابق اللي اخذناه عن مقام النهاوند وهاي تمارين ايقاعيه بسيطه وسهله تقويك يعني ممكن تقويك فاعتقد لحد الان قدمنا انت كمبتدئ قدمنا لك ما يكفي من المعلومات عن النهاون وقلنا حتى بالتقاسيم من يقسمون نشوف الانتقالات مثلا مثلا قسم على الجنس الاول بعدين هسه هنا حجاز الصول ماخذ بالحساس شوف هنا حول بعدين مثل قسم وخلص شوف هنا شخط المرصع هنا كأنه صبا زمزم أعتقد من هنا المعلومات كافية لك مبتدئ تتمرن على هذه التمارين وعلى مود تقوي نفسك وتطور نفسك وأنا بخدمة الجميع أي واحد يحتاج شيء يتصل بي ما عندي مانع في أي وقت لهنا ينتهي الدرس ومع السلامة.